الحلقة النهاردة بنتكلم عن القرارات الاستثنائية أو حزمة القرارات اللي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لمجموعة من المشروعات القومية في محافظة بني سويف، والقرارات المقسمة لتمن أجزاء كلها بتصب في صالح تخفيف الأعباء المعيشية وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية على الناس. جزء منها متعلق برفع الحد الأدنى للأجور، جزء منها متعلق برفع العلاوة الاستثنائية، علاوة غلاء المعيشة، جزء آخر متعلق برفع حد الإعفاء الضريبي. كمان من ضمن القرارات يعني إسقاط الديون المستحقة أو الرسوم المستحقة عن بعض الفئات الاجتماعية. مجموعة من القرارات هيكون المستفيد منها مجموعة كبيرة من الفئات الاجتماعية تقدر يمكن بالملايين في توقيت حساس ومهم وفي وقت بتزيد فيه الأعباء الاقتصادية والمادية على الأسر المصرية. نستمع مع حضراتكم بقى ونشوف وجهة نظر الأحزاب السياسية النهاردة في هذه القرارات وإزاي ممكن تنعكس على المناخ السياسي، وإيه هي أهميتها النهاردة في ظل سعي الدولة المصرية على اتجاهات مختلفة وفي مسارات مختلفة، الحوار الوطني، استحقاقات كثيرة بنمر بيها، إصلاحات وتعديلات في بعض القوانين، كل ده بيأتي بالتزامن مع بعضه البعض. الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين معانا على التليفون. مساء الخير وأهلا وسهلا بيك يا أستاذ طارق. مساء النور يا فندم. مساء النور. وجهة نظر الأحرار الاشتراكيين النهاردة في هذه القرارات وفيما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي. القرارات الحزم قرارات الحماية المتتالية اللي بيصدرها الرئيس السيسي خلال 4 سنوات متتالية. أستاذ طارق صوتك بيقطع شوية وبعيد. حزم قرارات الحماية المتتالية حزم قرارات الحماية المتتالية اللي بيصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 4 سنوات لرفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه ل 4000 جنيه تؤكد أن سياسة أن المواطن المصري هو الشغل الشاغل لعقل الرئيس السيسي، وهو أساس مسارات التنمية، وهو الهدف من إتمام عمليات التنمية الشاملة والمستدامة وكل محاولات الإصلاح سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. هو الشغل الشاغل للرئيس السيسي هو المواطن المصري وخاصة طبقة الطبقة المتوسطة. الرئيس السيسي في قراراته اليوم أكد على أهمية تضافر الجهود والاستمرار في عجلة التنمية الشاملة وإتمام هذا المطار لتعظيم الموارد الاقتصادية والدخل القومي بمستهدفات نستطيع من خلالها سد الأزمات الاقتصادية المتراكمة نتيجة حرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا، وكلها أزمات صعبة جدا كان لا يستحيل معها إتمام التنمية المستهدفة، لكن إصرار الشعب المصري وإصرار الرئيس وخطط التنمية الناجحة استطعنا أن نحقق الأهداف المطلوبة، تتخفف حدة الأزمة اللي لولا الإجراءات اللي اتعملت دي كان يمكن تبقى وطئتها أشد وأكثر بكثير، يعني زي ما الرئيس النهاردة كان بيتكلم. أستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين بشكرك شكرا جزيلا.